مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس والملك في قمة التحديات العربية. الخروج من الدعم عقوبة المتخلفين عن التحديث. أبانوب جرجس في الأزهر. ضبط مؤسس حركة أحرار الإرهابية. وإليكم تفاصيل النشرة. قبل أيام من القمة العربية الأمريكية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قمة مصرية أردنية بقصر الاتحادية لاستعراض الجهود المصرية والعربية المبذولة لكسر الجمود القائم في عملية السلام بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع في كل من ليبيا والعراق واليمن، بالإضافة إلى جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب. جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مع القادة العرب بالرياض قمة عربية إسلامية أمريكية لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب. وتعزيز التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن، فقد التقى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع مع الفريق أول جوزيف لينجلن قائد الحرس الوطني الأمريكي بحضور رئيس الأركان الفريق محمود حجازي وعدد من قادة الجيش في البلدين، في إطار التنسيق المشترك لمواجهة ما تشهده المنطقة من جهود وتحديات وفي مقدمة الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة. وناقش الجانبان قضايا التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، فيما أعرب المسؤول الأمريكي عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع أفاق التعاون العسكري على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين. الحكومة تحذر من جديد، فقد قالت وزارة التموين أنه يجرى الآن تحديث بيانات البطاقات التموينية ل 19 مليون مواطن مقيدين في بطاقات الدعم، مشيرة إلى أن من تظهر له عبارة من فضلك حدث بياناتك على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية ويتخلف عن التحديث قبل 30 من يونيو المقبل سيخرج من منظومة دعم السلع التموينية. في سياق متصل، اعتمد عمرو الجرحي وزير المالية مليارين و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر إبريل، بالإضافة إلى مليار و100 مليون جنيه دفعة أولى تحت حساب تمويل شراء القمح المحلي من المزارعين لضمان سداد المستحق لهم أول بأول. أبانوب جرجس في الأزهر، فقد أوضح الدكتور خالد صديق عميد كلية طب أسنان الأزهر فرع أسيوط أن الطالب المسيحي أبانوب الذي قيل أنه أول مسيحي يدرس بالأزهر تقدم بطلب للكلية لقضاء فترة الامتياز ومدتها شهرا، وقد تم قبوله مثل باقي الطلاب، قائلا أن تلك الحالة هي الأولى بالنسبة لقضاء فترة تدريب الامتياز، مشيرا إلى أن الكلية تقيم باستمرار دورات تدريبية وورش عمل يحضرها طلاب مسيحيون وهو أمر طبيعي. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مؤسس حركة أحرار الإرهابية ويدعى إسلام عقب استهدافه بمنطقة المطرية في القاهرة، حيث كان يختبئ داخل صيدلية. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية حصار محكمة مدينة ناصر للمطالبة بالإفراج عن أحد عناصر الحركة الإرهابية عام 2013. نهاية النشرة، إلى اللقاء.